الراديو 90 90 هواها مصري. يعني حضرتك برضو يعني عديت على زحمة يا دنيا زحمة دي مش هينفع نعدي كده يعني لازم نقف في الزحمة دلوقتي غالبا احنا دلوقتي يعني احنا يوم الخميس فغالبا الشوارع بتبقى زحمة كالعادة لكن الاغنية دي هتفضل عايشة برضو معانا. الشوارع فاضية شوارع احنا بنغنيها ما عندناش مشكلة لان علامة مهمة عند احمد عدوية طبعا. طبعا هقول لحضرتك بقى مدام انت مهتم قوي بالاغاني انا ملحن الكلام بلحنين في الاغنية حد خد باله. الكورس الاول بيقول حقيقة واقعة زي الكورال الاغريقي زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهو الحبايب زحمة ولا عادش رحمة مولد وصاحبه غايب. هو بقى بيقولها بانفعال زحمة يا دنيا زحمة زحمة وتاهو الحبايب زحمة ولا عادش رحمة مولد وصاحبه غايب. زهق من الزحمة خلاص هو بيعبر عن اللي عنده. التانيين بيقولوا بيوصفوا الزحمة وهو بيوصفها من ناحية هو على اخره خلاص هو زهق خلاص. واللي عجبني بقى في الاغنية دي وكان الساعة الا تلت ومعادي معاها تمانية لم السكادي رحت ولا السكادي. الساعة الا تلت دي ما قولهاش غير المصريين لان هم فهلوية وعارفين الساعة مثلا اربعة بس الا كام هي تقريبا كده اللي هو وخلاص. تسأل واحد الساعة كام يقول لك الا تلت. دي مش موجودة في حتة في الدنيا لان يعني هتروح فين. المهم وفي حتة تانية زحمة ومعطلاني وان رحت ما لقيتوش اخاف اروح له تاني في معادي ما لقاهوش. يبقى هو راح له قبل معاده تخوفا من الزحمة فلما راح له قبل معاده ما لقاهوش لان مش معاده ويخاف يروح له تاني في المعاد ما يلاقيهوش يكون التاني اتأخر من الزحمة. فشوف الكركبة الجامدة. وانا كان قصدي ان الزحمة ومعادهم وجود ركنة هيأثر على دور السينما ده وقتها كانش فيه ركنة برضه. وعلى فكرة الزحمة دي أثرت على الندوات الفنية وعلى المسرح وعلى كل حاجة بتقول هتركب فين. أنا النهاردة الحقيقة بفكر إن أنا ما سوقش من كتر الغلب اللي بنشوفه في المرور وحرقة الأعصاب. الأغنية دي وقتها أول ما نزلت كسرت الدنيا ولا الناس استغربتها الأول أو قعدت فترة عشان تستقبلها؟ لا ده نجحت نجاح من أول لحظة. كمان في حاجة حقيقية جدا على الواقع. أصل كمان قصة تانية خالص. أولا حكاية إن يبقى فيها بيس جيتار وفيها درامز وبتاع ما كان جديد ده. اتنين إحنا وإحنا بنسجلها في استوديو الإذاعة 35 لقينا أمة لا إله واقفين. أمة لا إله إلا الله كلها واقفين موظفين الإذاعة ومش عارف موظفين إيه وبتاع إيه ده؟ لأن موضوع جديد. الكلام جديد على عدوية. ما فيهوش بقى يعني شوف انا هقول لك حاجة انا بقولها دايما ونفسي الناس تعرفها. ما عندناش نوة مؤدبة ونوة قليلة الادب في الموسيقى. ما فيش. ما عندناش نوة مؤمنة ونوة كافرة. الكلام